مع بكل سنة بده يصير قال وقيل بمسألة زكاة الفطر. في ناس تقول انه هي مال وناس تقول لا هي طعام، وانا اقول لما نختلف في اي موضوع نرده الى الله والى الرسول، لانه الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، والرسول فرض طعام، وهذا في الصحيحين البخاري ومسلم. الرسول في 9 رمضانات ما طالع ولا مرة مال، مع انه في زمانه كان في فقراء وكان في مال وكان في ذهب وكان في فضة وكان في دراهم ودنانير، وما كان النبي طالع إلا طعام. أقول الرسول هيك فرضا، يقول بس الشيخ هيك يقول. أقول الرسول هيك طالعا، يقول أبو حنيفة. يا أخي أبو حنيفة رحمه الله جانبه الصواب في هذه المسألة، لا حجة إلا في محمد، من حاجج أحدا فليحاججه في محمد. بعدين هاي اسمها زكاة فطر ولا زكاة مال؟ اسمها زكاة فطر يا أخي، طعام حصرا. لا تقول الفقير بحاجة لمال مشان يدفع أجار بيته، يعني أنه أنت تركت هالفقير مرمط طول السنة نسيته وهلا بدك تدفع له أجار بيته. لا تقول الفقير بهالعصر وبهالزمان يحتاج لمال، وكأنك تقول النبي نبي عصره فقط. قال الله قل أتعلمون الله بدينكم. أقسم بالله أي شخص يطالع ذهب أو مال أو ملابس عند الجمهور لا تجزئ. بعدين أنا إذا طالعت طعام يكون اتبعت هدي النبي وتجزئ عند الجمهور بالإجماع، خلفا وسلفا تجزئ. بس إذا طالعت مال عند أبو حنيفة تجزئ بس عند الجمهور لا تجزئ، فأنا ليش لأدخل الحالي بالخلاف؟ فطالع طعام واطلع من هالخلاف كله. هذا والله أعلم. سلام عليكم.